أيضا مواطن عراقي، وحتى الدكتور مناف الموسوي بعد ما أقول لحضرتك نعيما على السائل الجديد أيضا مواطن عراقي. سيد كرم، أنا بحاجة لضمانات تقدمها لي حكومة محمد الشيع السوداني، تقدم لي الخدمات، تقدم لي الحماية عن طريق استتباب الأمن في البلاد، وتقدم لي مفردات البطاقة التموينية كاملة. هل باستطاعت، وأنا أتحدث نيابة عن الشارع العراقي، هل يستطيع السيد محمد الشيع السوداني أن يضمن لي كل هذه الحياة؟ لا أقول بأنها حياة رفاهية، ولكن الحياة الطبيعية لكل مواطن في أي دولة أخرى. كيف باستطاعتي أن يستوعب ذلك في الأيام القادمة، إذ ما كانت هنالك اختلافات في الرؤى السياسية داخل مجلس النواب على سبيل المثال؟ بالنتيجة أنا أيضا مواطن، يعني هذا التساؤلات التي تقدمتم بها جنابكم هي تساؤلات أنا أتحدث بها وجميع المواطنين يتحدثون بها، فضلا عن أنه عوامل النجاح في حكومة السيد السوداني متوافرة. يعني اليوم أنا أتحدث بهذا الشكل وأتحدث بهذا اللسان لأني على يقين وعلى ثقة بأنه عوامل النجاح متوافرة في حكومة السيد السوداني. نحتاج إلى دعم أغلب الكتل السياسية أو أقرب الكتل السياسية إلى هذه الحكومة، نحتاج إلى دعمها حتى نذهب بالاتجاه الأبعد. اليوم المواطن ينظر وينتظر بذات الوقت. اليوم أنا كمواطن أنتظر إقرار الموازنة، إلى هذه اللحظة الموازنة لم تقر. أنتظر كمواطن، أنتظر الخدمة التي سوف تتقدم إلي، أنتظر بأنه هنالك مشاريع متلكئة في المحافظات، سواء في محافظاتنا الوسطى أو محافظات الجنوب. إلى هذه اللحظة ننتظر أنه هذه المحافظات يجب على الأقل إكمال المشاريع المتوقفة. هسه ما أريد تأسس، أريد تذهب باتجاه إكمالها. أقول بأنه يعني السيد السوداني ليس لديه عصا سحرية، ولكن أسس بهذا الاتجاه حتى نعود إلى هنالك مثل في المأثور يقول: زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. هسه لعله المدة الزمنية في ولايته لا تكفي بإجراء هذه التغييرات أو التعديلات، ولكن ابدأ، يعني خطوة الألف ميل يبدأ بخطوة. الجميع يقدم، هسه على الأقل الأغلب يريد نجاح حكومة السوداني وندعم حكومة السوداني، ولكن أنا كمواطن أنا دعمي مشروط لأنه أقدم الدعم، أقدم يعني أكون داعم لهذه الحكومة، ولكن بالنتيجة أنا أريد خدمة. المواطن يريد خدمة، الخدمة عوامل نجاح الحكومة، توفير الخدمة، توفير الخدمة أيضا بها عوامل لنجاح هذه الخدمة وتقديم هذه الخدمة. اليوم خلي أستثمر بأنه هنالك وفرة مالية، خلي نتفق على هذه الجزئية، هنالك وفرة مالية، هنالك استقرار أمني نسبي، فإذا عوامل تقديم الخدمة أيضا متوافرة، فبالتالي هذه كلها عوامل تقديم الخدمة متوافرة، والخدمة إذا توافرت فعوامل النجاح أيضا سوف تكون متوافرة.